لما بتاخد تاكسي، التاكسي درايفر اللي هو سواق التاكسي بيسألك أسئلة كتير بالإنجليزي، أنت رايح فين؟ وأنا عايز الساعة كام أجربك؟ أو أنزلك فين؟ أو السعر كام؟ وطبعا في حوار كتير بيحصل بين التاكسي درايفر وبين الباسنجر، وده الموضوع بتاع النهاردة، وده الدرس رقم 29 من كورس English for Daily Life. وانت دلوقتي بتتفرج على قناة الانجليش ميكس، انا جيم هني. Welcome back. النهاردة بنتعلم مع بعض اسئلة ممكن تسمعها من سواق التاكسي لما تطلب يوبر او لما تخش اي تاكسي. اول سؤال ممكن تسمعه اللي بيسألك دايما، انت رايح فين؟ هو بالانجليزي بيقول لك ايه؟ Where to. Where to يعني الى اين انت ذاهب؟ Where to. برضو ممكن يقوله بطريقه تانية اللي هي ايه؟ Where are you heading or where are you going. Where are you heading يعني انت رايح فين، where are you going انت رايح فين، نفس المعنى بتاع where to. Where to. واجابتك زي العاده، I'm going to blah blah blah. I'm going to train station. I'm going to the hospital. I'm going to the bus station. I'm going to pick up my parents from the airport. ده اجابتك على السؤال. لو سواق تاكسي كلمك على التليفون بيقول لك انا ايه المكان بالظبط اللي انا ايه هاخدك منه، هو بيقول بالانجليزي ايه؟ Where would you like me to pick you up? Where would you like me to pick you up؟ يعني منين اخدك بالظبط، من اي مكان؟ هل من السيدة عائشة، او هل من قدام الجامع، او من قدام الكنيسة، او من قدام البار، او من قدام النادي؟ Where should I pick you up؟ pick up يعني من اي نقطة بالظبط هاخدك منها. ممكن تقول له ايه؟ Or right in front of the church، يعني ايه قدام الكنيسة. Or just right by the high school. Or right by the bus station. Or in front of that residence. يعني دي جابتك على ايه؟ على السؤال ده. هو سواق التاكسي احيانا بيشوف ان مثلا الشارع زحمه جدا والمكان اللي هو يعني سير فيه مش حلو قوي، فممكن يقول لك عشان ياخدك على الطريق الثاني اقصر، يقول لك ايه؟ Can I propose or can I take another shortcut. Can I take another shortcut. Shortcut يعني ايه؟ طريق قصير شوية عن الطريق ده، يعني مفيش في زحمة ويوصلنا بسرعة. Shortcut. Can I take another shortcut. Can I take another shortcut. واجابتك ايه؟ Yes please. Or of course please. يعني اجابتك بالطبع، خده عشان ايه؟ نوفر وقت. الحاجة بعد كده، في سواقين تاكسي محترمين جدا بيحب دايما يعرف لو انت مثلا عارف العنوان اللي انت رايح له ولا هو لازم يستخدم الجي بي اس. فهو بيقول لك ايه بالانجليزي؟ بيقول لك ايه؟ Do you know the directions to your destination؟ يعني انت عارف ايه العنوان او الاتجاهات بتاع المكان انت رايحه؟ Or should I run my GPS؟ او هل ممكن استخدم الجي بي اس؟ يعني السواق ما يعرفش انت رايح فين بالظبط، ما يعرفش الاتجاهات، فانت ممكن ايه تقوده للاتجاهات ديت، او هو ممكن يستخدم الجي بي اس. فبقول لك بالانجليزي، Do you know the directions of your destination؟ هل تعرف الاتجاهات، direction of your destination، يعني انت رايح فين بالظبط؟ Or should I run، يعني هل ممكن استخدم my GPS؟ الجي بي اس على ايه؟ على العربية ولا ما ينفعش؟ طبعا لو انت عارف تقول له ايه؟ Yes I know where I'm going or please use the GPS. Please use the GPS. ده ممكن اجابتك على السؤال بتاعه. طبعا لما تخش اي تاكسي معظم التاكسي درايفر بيقول لك ايه؟ Put your seat belt on please. Put not put or but put your seat belt on please. معنى ايه؟ اربط حزامك. هنا في كندا يعني انت لو ما عندكش رابط حزام بتاخد غرامه فشخ، يعني غرامه كبيره، فلازما اي سواق تاكسي تركب معاه لازما غصب عني يقول لك ايه؟ put your seat on put your seat belt on please put your seat belt on or buckle up please buckle up buckle up اللي هي البريتش. طبعا بالانجليزي put your seat belt on please. برضه السواق سواق عربيه ممكن يقول لك ايه؟ would you like to listen to some music. يعني ممكن اشغل الراديو عشان اسمعك شويه اغاني وبتاع بقى وايه والعمليه تهز بقى ويبقى فرح وبتاع. Would you like to listen to some music؟ يعني هو بيعرض عليك
عايز تسمع شوية موسيقى ولا مش عايز. لو مش عايز يقول له مش عايز. لو عايز يقول له yes please او no thank you. بعد كده طبعا السواق بيحب يعني يسألك السؤال ده مهم جدا, بيقول لك ايه, should I run the meter, should I run the meter, معناه ايه, انت عايزني استخدم اللي هو عداد هنا ولا عايز تدفع كده باتفاق مع بعض. في مصر يعني ايه عداد في اماكن شغاله ومش شغاله. في الصين معظم سواقي التاكسي الصينيين دايما كانوا بيسالوني should I run the meter or you just pay as we agree, يعني ممكن ناخد ايه يبقى عندنا كده ايه agreement, انا عايز اروح مثلا مستشفى هديك مثلا 10 او 20 جنيه او 30 جنيه حسب اتفاق. انما هو لو run the meter معناه ايه, حسب العداد ما يقول هيدفع بالعداد. فدايما بيسألك should I run the meter or you pay as you go, which means like يعني باتفاق, يعني انت طبعا براحتك بقى عايز ايه run the meter او عايز تفعله ايه باتفاق. should I run the meter, should I run the meter. برضك ممكن تسمع سواق تاكسي بيقول لك ايه, would you like a receipt today, would you like a receipt today, يعني انت عايز وصل باللي دفعته مش عايزه. would you like a receipt, not receipt, receipt, would you like a receipt today, would you like a receipt today. لو انت عايزه قول له yes please, لو انت مش عايزه no I don't thank you. انت براحتك انت بقى, انت عايزه مش عايزه بقى يعني ايه مش انت براحتك انت, انت انت زي ما انت عايز yes or no. okay. برضك في سواقين تاكسي ممكن ياخدوا كاش وسواقين بياخدوا بس كريدت كارد. فبرضك بالانجليزي بيقول لك I only can take cash, انا باخد كاش بس يعني باخد فلوس بس. او I only can accept a credit card, I only can accept a credit card, يعني انا بقبل كريدت كارد بس اللي هو الفيزا يعني. او واحد بيقول لك I only accept the cash, ولو عايز كاش اديله كاش, لو عايز كريدت كارد اخبطه كريدت كارد عشان يتخلص الموضوع بسرعه. كريدت كارد not credit, credit card كاش يعني فلوس يعني. وده يعتبر نهايه الدرس. دي الحاجات اللي ممكن او المحادثه اللي ممكن تدور بينك وبين سواق اي تاكسي, سواء كنت في مصر او في اليو كي او في امريكا او في كندا. ديت المحادثه اللي دايما تسمعها من اي سواق تاكسي وازاي ترد عليه. على فكره من 3 شهور انا عملت حلقه ثانيه عن التاكسي درايفر, لو فاتتك حاول ترجع وتشوف قناتنا على اليوتيوب انجلش ميكس, في حلقه خاصه جدا عن سواقين التاكسي, حاول تتفرج عليها هتفيدك برضك ان شاء الله. And this is نهايه الفيديو. قبل ما ننهي الفيديو هديك شويه هوم ورك طبعا عشان اعقدك. هوم ورك ده هم ايه, جمل عايزك تستخدمهم وترجمهم من اللغه الانجليزيه من اللغه العربيه للغه الانجليزيه وحطهم تحت فين في الكومنت. اول جمله انا رايح السيده زينب, اول جمله. الجملة الثانية أنا عايزك تشغل ميتر, مش عايز عايزك تشغل العداد. الجملة الثالثة أنا شغل لي شوية ميوزك عشان إيه دماغي خربانة. شغل لي شوية موسيقى عشان دماغي خربانة. دوما أنت جمل حاول تجمل وتحطهم تحت فين في الكومنت وإن شاء الله بعلمهم لك ولو صح ولا غلط. وديت نهاية الفيديو, أتمنى يكون عاجبك وأتمنى إنك تكون عندك محادثة لطيفة مع تاكسي درايفر next time we take a taxi. If you like the video, لو الفيديو عاجبك اعمل لايك واعمل شير مع كل اصحابك واعمل منشن لاي تاكسي درايفر صاحبك عن تاكسي. خلينا نشوف فيديو ان شاء الله. Thank you so much and see you next time.